مراسم تشييع جثامين قتلى المظاهرة السلمية في ساحة الستين بالعاصمة اليمنية صنعاء. 19 متظاهرا شيع اليوم من أصل 38 سقطوا منذ السبت الماضي على يد قوات موالية لصالح في شوارع العاصمة. نؤكد بأننا اليوم نصارع الجهل، نصارع التخلف، نصارع علي عبد الله صالح. بسلميتنا سنصنع الدولة المدنية، أما إذا جرحنا للسلاح والقذف قالوا إنه سكي بخير. النظام الإجرامي العائلي هي معركة قيم بالدرجة الأولى، وهذا ما يدعونا إلى التمسك أكثر بالطابع السلمي. وسائل الإعلام حصلت على صور تظهر قوات من الأمن المركزي وهي تقوم باختطاف جثث قتلى وجرحى من المتظاهرين بعد إطلاق النار عليهم أمس الثلاثاء في حي القاع بصنعاء. مراسم التشييع هذه لقتلى المظاهرات السلمية خلال الأسبوع الحالي تأتي في وقت ينتظر فيه اليمنيون أن يصدر فيه مجلس الأمن الدولي قرارا يتبنى إجراءات رادعة ضد نظام الرئيس صالح. صالح أمنية يعني رحيل 4 ملايين ممن قال إنهم صوتوا له. نشتي ضمانات خليجية، 1، 2 أوروبية، 3 أمريكية. هذه 3 ضمانات لابد أن ترافق المبادرة الخليجية. كيف سيطمئن إليكم؟ هذا وأنتم لا تملكون القوة العسكرية. لو كان ملكتوا جزء من ما نمتلكه من القوة العسكرية قد دمرتوا البلد. خطاب صالح بدا تحديا في رأي بعض المراقبين لكل الجهود التي بذلت من أجل تجنب مسارات الحرب. أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء. معنا من صنعاء طارق الشامي رئيس الدائرة.